بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم طلابي طلاب الصف الثاني عشر لمادة اللغة العربية. نطل عليكم طلابي للحديث عن وحدة جديدة من وحد اللغة العربية والمعنونة بعنوان الفكر العربي المتجدد. طلابي، تحتوي هذه الوحدة على الجزئية الأولى وهي الاستماع، وبعد ذلك ننتقل إلى نص القراءة وعنوانه النهضة العربية المتجددة، تأييد للحق ونصرة للعدل. هذا النص طلابي المأخوذ من كتاب وصحيفة الغد لسمو الأمير الحسن بن طلال، وفيه شيء من رسالة عمان كونها تتحدث عن التطرف والإرهاب وتحديات العصر. بعد ذلك طلابي، بعد حديثنا عن التطرف والعنف والإرهاب وغيره، سننتقل للحديث عن حل التمارين وما فيها من فهم وتحليل وتذوق أدبي، وبعد ذلك ننتقل لقواعد اللغة العربية وقضايا لغوية ألا وهي العدد، وبعد ذلك إلى موضوع المقالة والكتابة فيه. نقول طلابي في الفكر العربي المتجدد، في محاولة استيعاب روح العصر وتحدياته، ندرك ما لدينا من ميراث حضاري وتراث سياسي ونهضة عربية تأسست في القرن الماضي على مبادئ القومية والحرية والوحدة والاستقلال والمساواة والتقدم. كما تجلت النظرة البعيدة نحو المستقبل في هذه النهضة المباركة، وهي تشق طريق العمل من أجل الحرية والهوية القومية، فكانت هذه المطالب مطالب أمة حملها جدي الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه، وهو يرنو مع أبنائها إلى مستقبل مشرق لأمتنا العربية قائلاً: إن نهضتنا إنما قامت لتأييد الحق ونصرة العدل وإعزاز كتاب الله وإحياء سنة رسول الله. هذا الحديث مأخوذ من سليمان موسى للحسين بن علي طيب الله ثراه، الثورة العربية الكبرى. فيستكمل حديثه ويقول: وبعد مرور ما يقارب 100 عام على هذه الدعوة، ما زلنا نستذكر بكل اعتزاز المنطلقين الأساسيين للثورة العربية الكبرى: حفظ كرامة العروبة والتمسك بقيم الإسلام النبيلة السامية. نعم، لقد تصدت هذه الثورة لمظاهر استغلال الدين الحنيف كافة، مؤكدة في الوقت نفسه أن الإسلام والتقدم صنوان لا يفتقران ولا يفترقان، كما طالبت بتقديم تطبيق نظام الشورى كوسيلة من أهم وسائل الإصلاح الاجتماعي والسياسي، وأولي البعد الحضاري الإنساني للمنطقة العربية بأكملها، والتمسك بالتراث والأصالة الحضارية في مواجهة الأخطار المحيقة بالأمة جل الاهتمام والعناية. نقول طلابي إن التمسك باستقلالنا الثقافي يعيد تجديد العقل العربي المنفتح على الآخر، انطلاقا من خصوصيته التي تحترم التنوع بأشكاله والتعددية الثقافية التي تقودنا إلى الحديث عن مفهوم العيش المشترك. ولا ننسى طلابي أن الحضارة العظيمة تفسح المجال للتنوع وتتخذ من التسامح للجميع شعارا. كذلك كانت الحضارة الإسلامية في أوج ازدهارها تتسع لديانات وثقافات متباينة، وتضم أفرادا ينتمون لأعراق وأمم مختلفة، فكان التنوع من مكامن القوة، والاختلاف أحد السنن الكونية التي قام على أساسها الوجود. نعم، هذا طلابي فكرة عنوان درسنا الفكر العربي المتجدد، والذي يبتعد عن الاختلافات
والذي يبتعد عن أخطار الحروب ودعوات التقسيم والخطاب الطائفي وشرور الفرقة والتشرذم، لا تبني إلا بالمزيد من المعاناة الإنسانية. هذا طلابي من كتاب صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، وهذا المقال في شهر رمضان المبارك عام 2015 يستذكر فيه سموه أمجاد الثورة العربية التي أطلقها جده المغفور له الحسين بن علي، وما واكبها من نهضة اتخذت من الحق والعدل ركيزة لها، ويدعو إلى تعزيز الحوار والتسامح ونبذ التعصب والفكر في المجتمعات. هذا طلابي مجمل حديثنا سيكون عن هذه الوحدة. شكرا لحسن استماعكم، على أمل اللقاء بكم مرة أخرى.